الشموخ تقترب تلك السيارة الفارهة من طائرة أكثر فخامة وبذخا، ليترجل منها ثري ويستقل طائرته الخاصة. فالثراء لا تستوقفه أزمة الركود حتى في سوق الطيران الخاص، والمال يبقى أسهل الطرق وأسرعها أمام الأغنياء للحصول على مبتغاهم. طائرة خاصة لا يتعدى عدد المقاعد فيها 13 تحت الطلب لمن يقرر في إحدى الصباحات أن يتناول عشاءه في نيويورك أو يرغب في السفر لفرنسا للتسوق. كريس ليتش رئيس شركة للطيران الخاص في بريطانيا في رحلة عمل إلى لوبروجي الفرنسية للتعريف عن هذا النوع من الطائرات المتاحة للمقتدرين. وصلنا اتصال من إحدى الزبونات خلال تواجدها في باريس، تعذر عليها حمل 57 حقيبة في طائرتها الخاصة، فاتفقنا على تزويدها بطائرة مرافقة تحمل حقائبها. ولكن ليتش لم يحصر هذه الخدمة الخاصة على الأثرياء الكبار والنجوم. 80,000 دولار يمكن أن تطير بك على جناح الرفاهية والبذخ إذا توفر ذلك في بطاقتك الائتمانية، ولعل ذلك ما يعول عليه رئيس الشركة في المستقبل في ظل ارتفاع أرباحه رغم الركود العالمي. الركود الاقتصادي قابله زيادة سنوية في عدد الأثرياء خاصة في الصين والهند، ولهذا فنحن نتوقع ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمة أكثر من السابق. وبالنسبة لشريحة أخرى من الأثرياء، ليس بالضرورة أن تطير بطائرة خاصة لكي تستمتع بحياة راقية ويميزك أصحاب المتاجر الغالية بالمعاملة. هم يعرفون بضاعتهم جيدا ولمن تذهب من زبائنهم بمجرد دخولهم المحل. إنها باريس. ويبقى المال صانع المعجزات، ليس لشراء أغلى الأشياء وإنما لاختراعها وابتكارها لأصحاب الملايين والمليارات. سمح السيد، العربية.